السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء، معكم منير القريشي في الفلوق رقم 5 في الأرياف في مدينة مكة ليلون. أول كنت أصور بالكانون EOS R، بس كان فيه اهتزازات وكذا. الآن أصور بالجو برو 11. طبعا أحب أشكر أخوي اللي دعمني في الفلوق هذا واشترى الجو برو 11، الله يعطيها العافية. فابقوا معنا في التغطيات القادمة، وراح نغطي مكة ليلون في الأماكن السياحة حقتها، بنشوف وش الأماكن الجميلة فيها، فابقوا معنا. طبعا مدينة مكة ليلون كاملة كلها ما فيها إلا هوتيل واحد يسمونه نسيته هوتيل، أتمنى أني جبت الاسم صحيح. وهذول الشعب اللطيف. Say hello. Say hello to my vlog. Hello. Say hello. Hello. في منطقة جميلة هنا زي ما تشوفون الخضار وراي يمين ويسار. يوم دخلت المكان هذا في منطقة ما أدري يسمونها، can you tell me أنون بغلومه؟ إيان، فرانسيس إيان. فرانسيس إيان معنا التور جايد فرانسيس إيان، هو اللي بدلنا اليوم على الأماكن داخل مكة ليلون. طبعا وراني المكان هنا جميل زي ما تقول، زي المائدة وجلسة وفيها مجموعة أشخاص جالسين. إيان، as you see this one is like a table, big table, ملاكن table. So can you tell me, explain to me what they call this one in English? The last supper. Yeah. The last supper معناتها العشاء الأخير. ف I can go inside and see. شوفوا معي في المكان هذا. So Ian, in English, the name of this mountain, they call it the mountain? Yes. The mountain of what? Mountain of faith. The mountain of faith. يعني جبل الإيمان. طبعا بناخذكم أنا والتور جايد Ian، بناخذكم الأماكن الثانية نعرفكم فيها على مكة ليلون، خليكم معنا. ومن داخل شوارع ومحلات مكة ليلون زي ما تشوفون هنا،
ونروح المكان يسمونه هانجينج بريدج، الجسر المعلق. هلو. This is view is so very beautiful. صورة مجندة. عدونا على الجرد والأشياء. حرفيا الجسر يهتز. أنا خايف إنه يوقع. طبعا في ناس رايحة جاية فيه يتمشون. في اعمال صيانه يسمونها صارب سو ايان they call this what hanging bridge okay how many years this one almost 30 years more very old bridge. الجسر هذا قديم جدا لأكثر من 30 سنة وما زال إلى يومك هذا يستخدم. شوفوا المناظر الجميلة في مدينة مكاليلون الصباحية. أحد الأماكن التاريخية الجميلة اللي بالصدفة أنا داخل مكاليلون أتمشى ولقيتها هذا يسمونه لايت هاوس اللي ظاهر برج النور أو زي كذا أو بيت النور. They call this one the lighthouse. Lighthouse. It was built what date? 1855. بنيت في عام 1855. عشان أوريكم الإثبات يا جماعة الخير شوفوا. 1855. الفلبين عامة تشتهر بأشجار جوز الهند. شوفوا. الجو حار هنا في مكاليلون، ما أدري إذا تسمعون في أصوات الرياح. أجرب الجو برو 11 بدون ما ميكروفون خارجي. إذا ضبط الصوت في الفلوج هذا كملت في الفلوجات الثانية بالطريقة هذه. إذا كان الصوت يعني مو واضح الوضوح الكامل فاضطرني فيما بعد آخذ ميكروفون خارجي. What do you call this place? Seawall. Seawall. Sea wall, how to explain it in Arabic? Sea wall يعني الجدار البحري. شفتوا كيف؟ الحين بدخل على المقبرة قديمة عندهم في المكاليلون. طبعا الشخص اللي بنى المقبرة هذه اسمه بادري بابلو باريليو الجي حرف الجيم طبعا ما ينطق عندهم في لغة التقالب. هو اللي تبرع وأنشأ هذه المقبرة لهم. مثل ما وريتكم قبل شوي المقبرة اللي في مكاليلون في عندهم مقبرة أقدم. How many years this cemetery? This one is very old than the one Canina. ديبا this one Muna
First. The number one cemetery. Just one second. طبعاً تشتهر مدينة مكاليلون بأسواق السمك الفريش اللذيذة والجميلة. بوريكم على سريع أسواق السمك هنا. How are you, sir? How's your day? What's the name of this fish? Galungum. Jiji. And this one? Bangus. Melky fish. Hello? Languta. Doctor. Thank you. وبعد سوق السمك اللي شفتوه في هنا تشيرش قديم يعتبر أثري. وأنا أتمشى داخل الغابة الريفية بالصدفة مرت على سيد من؟ سيد جاموس يسمونه بالفلبيني كارباو. أبغى أجي جنبه بس خاف إنه ينطحني. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفلوق رقم 5 من مدينة مكاليلون. انتظروني بسوي فلوقات قادمة في مدينة كتناون ومدينة كوماكا، إلى أن نلقاكم في فلوقات جميلة شيقة ورائعة. كان معكم نير القريشي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.